ارتفاع هذه الأسماء التي فتحت البوابات على بركة الله مشاهدينا الكرام لجياد 3 سنوات الباحثة عن كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون لهذا العام. الاندفاع مع الهبرزي يا حبذا، يبدأ الانطلاق السريع الآن في صدارة هذا الشوط في المسار الداخلي يا حبذا، مع أيضا حضور الهبرزي ونيوتن وكذلك روغا في المسار الخارجي، فيما الصدارة من الداخل ليا حبذا. ابن النجم الثاقب يبدأ الانطلاق في صدارة هذا الشوط من المسار الداخلي في ظل وجود أيضا للهبرزي وكذلك نيوتن والمبير الذي يبدأ في الظهور الآن في المرتبة الخامسة، فيما مشاهدين الكرام لم تبدأ المنافسة حتى الآن يا حبذا والهبرزي المبين روغا من الخارج والاقتراب من اخذ المنعطف الاخير الالتفاتة من نايف الانزي يا حبذا. هنا الهبرزي أليكسيس مورينو يندفع بالهبرزي، الصراع يشتد الان ال 400 متر الفاصلة، الهبرزي يتقدم، من ياتي؟ الهبرزي يتقدم الان، المبير ابراهيم يبدا المطاردة الان والهبرزي يذهب مع أليكسيس مورينو حتى الآن. كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون للهبرزي حتى الآن يا نيوتن الذي حل في المرتبة الثانية. إذا مشاهدينا الكرام تنافس الشوط الرئيس انت